اختي انا مني مت غطوني بواحد ليزار وبكوا عليا البنات الممثلات الكبار والصغار تبارك الله اللي داروا واحد العمل زوين بزاف وانا مغطي بهذاك ليزار كنت كنبكي في هذاك المشهد تيلمون كان داك الشيء اثر فيا هذاك الاحساس ديالهم وصلني لا لا البنات ديال لا حنان وبنتها لا عويشه وبنتها ندى اختهم يعني هذاك شو دابا كنت معك والحميب ورش عليا مازال كنتفكر هذاك سميتو وانا في هذاك تحت داك اللي زار مغطيني وانا تنبكي لان ما كان خصني ما نتمال خصني نكون ما كان مي ما صبرتش صراحه ما صبرتش كان هذاك المشهد شويه قوي حتى هما كانوا حاسين بهذاك كانوا حاسين بالطيب من خلال التصوير وداك الشيء راه بحال ولا فريمون كيلكان دو دامبورطون عندهم في لا فامي دونك فريمون كان مشهد كيف عاشوه المغاربات وتفاصون في التلفازه اكزاكتومون صعيب اننا نحيو من بعد الموت نحسو بالموت ما صعيب شي واحد يهضر هذا الموضوع ما عند ما ممكن تقول له احساس ما عرفناش شنو تيهضر حتى واحد ما يقدر يقول لك ولا يفسر لك ولا يشرح لك اي واحد هضر معك في هذا الموضوع غادي يكون غير تيخربخ ولا شي حاجه الوليده ملي شافتك ميت طول عمرك ان شاء الله بكات مسكينه بكات هي والوليد بكاو وخوتي حتى هما وصيفطوا لي لي ميساج وداك الشيء انا ما كنتش معاهم لان ما كنتفرجش انا والله يسمح لينا منهم وصافي البكاره مزيان الحقيقه هاتيقول البكاره مزيان راه تيفاجئ راه شحال من واحد دواه البكا ولكن ما بغيتش نكون انا والسبب